هي والدة موهبة غنائية، موهبة طبعا اللي هي هديل، بتغني مختلف اللهجات واللغات، وصاحبة أول أغنية فيديو كليب لذوي الهمم، موهبة أبهرت الكل، نجمة صاحبة كاريزما خاصة وأبهرت الكل في المؤتمر الوطني السابع للشباب. معانا الأستاذة منال خرشد المخرجة في التلفزيون ووالدة المطربة هديل ماجد. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانة وصباح الخير يا أحمد. صباح الخير بيكي، كل سنة وأنتي طيبة، وكل سنة وهديل طيبة، وألف مبروك على الكليب، خلاص بقت فنانة كبيرة. ربنا يخليك يا رب، بفضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا. الحمد لله. بفضل ربنا طبعا ثم فضلك. يعني كلمينا بقى في البداية عن أغنية ابدأ يومك بالضحكة، أغنية تدعو للتفاؤل، وهديل أول مطربة تعمل كليب لذوي الهمم. كلمينا طيب عن الكليب ده، وكلمينا عن هديل أكتر. والله هو الكليب ده كان انتاج الاستاذ هشام سليمان، هو بصراحه يعني متولي هديل وبيحبها جدا جدا ومؤمن بموهبتها، فقال لها يعني تيجي يلا نعمل اغنيه عن التفاؤل والحب، وانك انت قدوه لناس كتير وعلامه من العلامات لذوي الهمم. صحيح. اللي بتحفزهم على يعني الابداع والانجاز والتحدي والاراده، فبصراحة هو يعني الحمد لله تكفل بيها من الاي تو زد، ويعني أنا بشكره أولا لدعمه الهجين دايما، وهي يعني تأليف الأستاذ أشرف سليمان وهيثم الخميسي الملحن، فيعني الحمد لله قدرنا إن احنا نعمل أغنية حلوة بتدعو للتفاؤل دايما يعني. نعم. طيب يمكن هديل كان ليها حلم من زمان، وانا متذكر جيدا لما قالت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن تسمعني انا بغني، سيد الرئيس قال لها طبعا احنا جايين هنا عشان نسمعك، وغنت ولقبت يمكن في الوقت ده كان ترند طالع باسم هديل اللي هي ام كلثوم. هديل ازاي قدرت ان هي تحقق حلمها وهي شايفه اللي وصلت له ده دلوقتي ايه؟ والله يعني هي هديل يعني عدت بمراحل كتير قوي 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 من انها توصل الحمد لله لتكريمها من سياده الرئيس. من وهي زمان يعني كانت عندها مشاكل كتير في البصر وفي ايديها ورجليها، بس هي قدرت تتخطى الحاجات دي طبعا بربنا سبحانه وتعالى اولا وبين اهلها يعني، فتعبنا كتير قوي عقبال ما وصلت الحمد لله ان هي اتخرجت من كليه اداب قسم فلسفه ودخلت اكاديميه الفنون، لانها كانت نفسها قوي ان هي يعني من زمان وهي في ثانوي بتغني. نعم. فاتقنت موهبتها بقى بان هي دخلت اكاديميه الفنون بالدراسه الموسيقى الشرقيه يعني. والحمد لله انها يعني تعبت كتير، بس هي بصراحه يعني عايزه اقول لك هي اللي شجعتني وكملنا المسيره سوا، لان هي عندها تحدي كبير ان هي نفسها توصل انها تبقى زي هي عندها تحدي يا استاذه منال، بس عندها كمان ام زيك، وعشان تقدر تطلب طلب زي ده وتغني قدام الناس دي كلها كان لازم يكون عندها قدر كبير جدا من الثقه بالنفس، والثقه دي هي جايباها منك انت. اكيد احنا أكيد بنشكرك أكيد. حقيقي وبنحييكي، واحنا النهارده احتفلنا بهديل اولا، بس لكن يعني لازم نقول لك انت شكرا، لان انت زي ما كنت بقول انت منبع الثقه والحنان والحب لهديل. نشكرك شكر جزيل، كل سنه وانت طيبه يا استاذه منال. كانت معانا الاستاذه منال خرشد المخرجه في التلفزيون ووالده المطربه هديل ماجد.